ده انا اشتري دسته زيه واحطها في دلاب الفضيه واجيب الضيوف يتفرجوا عليهم. لقيت نفسي قدام المكتب، قلت اجي ازورك وهنيك بالخطوبه. اول مره احس اني اسمي حلو بالشكل ده. البوليس قبض عليه؟ يا ريت. امال جرله ايه؟ اتكلم معاه في المكتب حته جو. واحده ست احسن من امي وامك وام حضره الناظر شخصيا، لازم نشوفها. كارثه. انا كمان حسيت زي ما تكون الوزاره زودت لي عنت المدرسه. انت ولا انتش داريه يلي حبك قد الدهي. يا سلام يا حضرة الناظر، ما كنتش متصوره أبدا إنك شاعر رقيق للدرجة دي. غصب عني، أنت جمالك ينطق الحجر ويوقع الشجر. ربنا يسهل لك يا عم. قولوا امشي يا قليل أدب منك له، لا هي في اللي كلفوا خاطرهم وجابوكم. يا سيدي سيبك منهم وخليك معايا. معاكي بكل جوارحي. خلاص يعني اتفقنا، انا همشي لكن صورتك مش هتفارق خيالي. بتحبيني انا؟ مبروك يا حضرة الناظر، يا ألف نهار أبيض، عقبال ما تفرح بعيالها. وأنا أقدر عليها لما هقدر على عيالها، الحمد لله إني خلصت منها. ويا ترى العروسة فين عشان الأستاذ داوود يلبسها قضية، قصدي يلبسها الشبكة. العروسة وأنا طالع لقيتها بتلعب بلي مع الولاد تحت. ما شاء الله ما شاء الله، دي لها اهتمامات رياضية بقى. خمني ده انا دشتاشك، ده انا فشفاشك هتلبي. يا بلي ايه وهباب ايه يا متخلفه؟ هو ده وقته؟ اصل يا بابا كنا بنلعب الترنجله تحت والواد ده خد مني 10 بليات. اخرسي انجلي اقعدي جنب خطيبك انجلي. داوود جبت لي العسليه يا دودز. والله كان بودي اجيب لك قميص لكتاف من مستشفى المجازيب، انما بقى ايدي ما طالتش اهمتي شويه. ما بقول يا استاذ داوود، ما يلا بقى تلبس العروسه الشبكه. ايوه يا سيدي عشان نتفرج على اللحظه التاريخيه دي. تاريخيه؟ استعنى على الشاي بالله. حاضر يا سيدي حاضر. هي دي الشبكة يا أستاذ داوود؟ الحقيقة أعيتني الحيل في اختيار شبكة مناسبة للست جوهرة، فما لقيتش لا أنسب ولا أظرف ولا أخف من الأساور دي أجيبها لها. الله حلوين أوي 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 يا داوود. طب هاتي إيدك. اتفضل. مش في مراخيري هنا. مبسوطة؟ اهو بالشكل ده يبقى ارتحنا من اذيتها. الف مبروك يا عروسة. مبروك يا جوهرة، عقبال التقبيض يا جوهرة. مبروك عليكي عريسكي الخفة. بارم بارم يا عروسة يا مبهدلة الزفة. مبروك عليكي. بس يا هبلت هو، انا عايز اقول كلمة. ايه عايز تقول ايه يا حضرة الناظر؟ بمناسبة بقى ان الليلة كلها فرح وسرور، فانا عايز اقول لكم على خبر جديد هيهز وجدانكم هز. انا عرفته، لازم عايز تودي جوهره هانم الاصلاحيه. يا ريت.
عايز اعلنكم نبأ خطوبتي السعيد. انت خطبت يا بابا؟ خطوبتك؟ ومين سعيدة الحظ بقى؟ لازم الست نسمة. ايه؟ لا 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 يا سيداوود، طب ده انا وحضرة الناظر اخوات. ودلوقتي بقى هقدم لكم خطيبتي. اتفضلي يا مهجة حضرة الناظر. بونسواري. أنيس. أيوة. أنت شايف اللي أنا شايفه؟ أنا مش مصدق عيني. سلمي على العريس يا سموحة. ده بيدلعها. إزيك يا عريس بنت جوزي؟ عريس بنت جوزك؟ أنا؟ طبعا يا استاذ داود، هو انا مش هبقى حماتك؟ ازاي ما رجعتش لحد دلوقتي ولا اتصلت بالتليفون؟ يلا طيب طيب متشكر. تصور لسه بره البيت لحد دلوقتي. ما تقلقش قوي كده يا رأفت بيه، مش جايز بتشتري حاجه؟ حاجه ايه اللي تاخرها بالشكل ده؟ مش جايز بتجهز لجوازكم السعيد؟ لا 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 يا حمدي، مش هو ده السبب. امال فكرك يكون ايه؟ بتهيالي ان سماح بتدبر لنا حاجه. لزومه ايه بقى الكلام اللي يقلق ده؟ زي ما بقول لك كده يا حمدي، انا شعوري انها متفقه مع داود علينا. ما تقولش كده يا رأفت بيه، انا احساسي ما يخيبش ابدا ابدا، وعشان كده لازم نعمل احتياطاتنا لكل الظروف. يعني هنعمل ايه يعني؟ انا هصرف، ولازم اعرف الحقيقة باي شكل. دمك خفيف يا بشبوشتي، زي الشربات يا زغلولتي. يا حفيظ. يا ساتر يا رب، دي عايزة اطمر قابتها. اسمع يا سماح، انت بتشخط فيا ليه؟ انا بشخطش؟ طب انا عايزة اسجار. وانا كمان بحبك يا داود. بقى هي الحكايه كده. مين؟ رأفت؟